بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم بهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. الفاتحة. حقا وصدقا لا إله إلا الله. وبعد أن رفع للأذان بصوت القارئ الشيخ أو المبتهل الشيخ مصطفى عاطف، نتابع مع حضراتكم الآن المصلون وقد بأدوا في أداء ركعتي السنة بحضور سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في صلاة الجمعة الأولى من شهر رجب، والتي تأتي متزامنة مع يوم الشهيد، وهو ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض في عام 1969. وتم اختيار هذا اليوم لنتذكر معنا شهداء مصر الأبرار الذين لم يبخلوا عليها بأرواحهم، حيث قدمت مصر وما زالت تقدم وستقدم أبناءها فداء لهذا الوطن الغالي وللمنطقة العربية بأسرها. بعد قليل نستمع مع حضراتكم إلى خطبة الجمعة للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، والتي يتحدث فيها عن فضل ومنزلة الشهداء والتضحية في سبيل الله والأوطان والتنمية والعمارة في الأرض التي هي الأساس الذي يقوم عليه أحكام الشريعة الإسلامية. وكما نشاهد الآن فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري يستعد لاعتلاء درجات المنبر لإلقاء هذه الخطبة التي تحمل عنوان فضل ومنزلة الشهداء والتضحية في سبيل الله والأوطان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الحمد لله العزيز الحميد القوي المجيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من نطق بها فهو سعيد وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سيد من علم البشرية كمال الوفاء والبر بالأوطان وكمال البر بالإنسان
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإنه يقف وحيدا هناك في قلب الصحراء وفي جوف الليل المظلم وفي شدة البرد القارص، لكنه رغم ذلك يقف متيقظا بعيني فهد، ويقف مرابطا في ثبات جبل ليحمي وطنه وليحمي شعبه، ويشاركه الأمانة أخوه الذي يقف مرابطا على رأس جبل يحمل عتاده وسلاحه وإيمانه بربه وإيقانه بعظمة قيمة وطنه. عشرات ومئات وألوف من أولئك الرجال الأشداء المخلصين الأبرار الأوفياء من رجال قواتنا المسلحة أو من رجال الشرطة الأبرار، يستوي في ذلك من رابط في مكانه أو من حلق منهم بطائرته أو من غاص منهم بغواصته أو من وقف منهم بدرعه يحمي جو الوطن وسماءه. ثم ما بين حين وآخر يتجلى الله تعالى على تلك الصفوة من رجال الوطن الأبرار بمزيد من الاصطفاء والاجتباء والتكريم، فإذا بأحدهم على حين غرة فاضت روحه إلى بارئه شهيدا فازدادت منزلته عند الله وعند الناس رتبة على رتبة ومنزلة على منزلة ومجدا على مجد وفخرا على فخر. سادتي الكرام، إن أولئك الجنود الأوفياء لربما اختص الله تعالى أحدهم بمزيد من التكريم والفضل والثناء فاصطفاه الله تعالى إليه شهيدا، فإذا بثواب المرابطة والعين التي باتت تحرس في سبيل الله قد ازداد بعض أفرادها شرفا على شرف بأن اصطفي عند الله تعالى شهيدا. ولقد جلست أتأمل الآيات البينات التي تحدثت عن فضل الشهيد، وأنا أحاول أن أستجمع الصورة الكاملة من الفضل والتكريم والعطاء والتجلي الذي يصادفه ذلك الشهيد الممجد فور أن يغمض عينيه شهيدا في دار الفناء لترقى روحه هنالك في دار البقاء. ترى أيها الشهيد الكريم، واسمح لي وأنا في دار الفناء أن أخترق حجب الغيب لأتشرف بمخاطبتك ومحادثتك. صف لنا ذلك المشهد النوراني الذي تفاجأ به إذا ما فتحت عينيك بعد برهة من غمضها حينما تأوي إلى ربك شهيدا. ما الذي تراه؟ ما الذي تشاهده؟ أي موكب ملائكي علوي نوراني يستقبلك؟ أي
مسار من النور ترقى به روحك إلى جنان الخلد، ترى ما جلال وعظمة ذلك المشهد وتلك اللحظة الخالدة التي يكلمك الله تعالى فيها كفاحا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لقد وصف الله تعالى لنا مشهد التكريم للشهيد في تلك الآيات البينات من سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لقد وصف الله تعالى لنا مشهدهم ويقينهم وثباتهم وقوتهم في قوله تعالى في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وذلك الحديث الشريف الذي رواه الترمذي وحسنه ووافقه المنذري من حديث جابر أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم حزينا فقال له صلى الله عليه وسلم: ما أحزنك؟ قال: فقد أبي عبد الله بن حرام الصحابي الشهيد. فوصف له صلوات الله وتسليماته عليه أن الله تعالى كلم أباه كفاحا وخاطبه وكرمه وشرفه. سادتي الكرام، جمعت ذلك المشهد من الآيات المتعددة والأحاديث المختلفة ثم صغته أبياتا على لسان الشهيد يتحدث عن نفسه ويصف ما رأى وما أعجب ما رأى. يقول الشهيد: وقد أغمضت عيني عن الوعي برهة، ولكن سريعا ما انتبهت لدى الخلد. طويت وراء الأرض والكون كله إلى الملأ الأعلى إلى عالم الحمد، مسار من النور المبين عبرته يفوح أريجا عاطر المسك والند. مواكب أنوار تلقت مسيرتي لتحملني عبر الأثير إلى المجد. وما هي إلا لحظة ثم فتحت جنان الخلود السرمدي بلا حد. سهول بديعات مروج بهيجة وأنوارها نور تدفق بالخلد. وكلمني ربي كفاحا فيا له كلام مهيب ذبت فيه من الوجد. وفاض الجلال المحض والكون كله تجاوب تطريبا متى قال: يا عبدي لسوف ترى مني عجائب منتي وتحيا حياة لا مثيل لها عندي. ومن يفتدي مصر الكريمة مخلصا فإن له الفردوس عندي. وذا وعدي تجليت فيها للكليم مناجيا
وهل أتجلى فوق أرض بلا قصدي؟ ولكنها مصر الكنانة صفوتي، وكانت مع الحرمين واسطة العقد، وأنتم ببذل الروح تحمون تربها، ومن أجل هذا كنتم خيرة الجند إذا ما رماها حاقد بمضرة، فخير جنود الأرض تزهر كالأسد، إلى أن يقول الشهيد: وإني أهل اليوم في جمعكم على بساط خلود كالعناقيد ممتدي، لأخبر أمي بالذي قد لقيته من الخلد والتنعيم والفضل والود، مراتب خلد لو رأيتم بهاءها تمنى جميع الناس أن يردوا وردي، وأن ينهلوا مما نهلت، ويعلموا بأن الشهيد الحق حي بلا بعد، فلا تحزنوا إن الشهيد منعم يصاحب فيها المرسلين ذوي الرشد، ولا تحسبوني مت فالله خصني بأن الحياة الحق ملكي بلا قيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وادعوا ربكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وختام الأنبياء والمرسلين، ورحمة الله تعالى للعالمين. ثم أما بعد، سادتي الكرام، من رجال قواتنا المسلحة المصرية الشامخة، ومن رجال الشرطة الأبرار، شعب مصر العظيم، ترى ما هو الزاد واليقين والثبات والقوة التي مكنت ذلك البطل من أن يقف مرابطاً شامخاً لا يهتز؟ إنها تربية صادقة في مدرسة وطنية عريقة، يتشرب أبناؤها معنى جلال الوطن والإيمان بقيمته وافتدائه بالأرواح والأنفس. سادتي الكرام، كلما ازداد الإنسان غوصاً في تاريخ مصر ورأى قيمتها وعظمتها وجلالها وعناية الله تعالى بها، ازداد إيماناً بها. سادتي الكرام، إنها معادلة أرجو أن تسري إلى مناهج التعليم كلها. إن التاريخ يولد المعرفة، وإن المعرفة تولد الإعجاب، وإن الإعجاب يولد الانتماء. فإذا ما عرف الإنسان تاريخ بلده امتلأ معرفة بقيمته، والمعرفة تثمر إعجاباً، والإعجاب يولد انتماءً وفداءً وحبًا. واسمحوا لي في ختام القول أن أوجه عددًا من الرسائل. الرسالة الأولى إلى بطل مصر العظيم وشهيدها الأكبر، والذي اتخذت قواتنا المسلحة يوم رحيله الخالد في 9 مارس عيداً للشهيد في قواتنا المسلحة، إلى الشهيد البطل الفريق عبد المنعم رياض، والذي فاضت روحه الطاهرة في أعنف اشتباك قامت به قواتنا المسلحة مع قوات العدو الإسرائيلي في حرب الاستنزاف، في أكبر اشتباك سابق على حرب أكتوبر المجيدة. وإننا في هذا اليوم وإلى أن نلقى الله لنتذكرك أيها الشهيد العظيم بكامل الود والعرفان والوفاء لشخصك ولقيمتك ولتضحيتك ولشهادتك. وإننا لنتوجه إلى الله أن يفيض
على شهيدنا عبد المنعم رياض في برزخه أشرف آيات الثناء والتبجيل والعطاء وصحبة النبيين. الرسالة الثانية إلى جنود مصر الأبطال في طول البلاد وعرضها في يوم الشهيد: إن أشقاءكم من زملاء الرباط الذين سبقوكم ونالوا درجة الشهادة قد مضوا إلى ربهم واطمأنوا إلى أن الوطن من بعدهم أمانة في أيديكم، فإنا لندعو الله أن يؤيدكم وأن يحفظكم وأن يصونكم وأن ينصركم وأن يفيض على قلوبكم من الثبات ومن القوة ومن الجسارة ومن الجراءة ومن البطولة ما يقذف الله تعالى به الرعب في قلوب أعدائكم. الرسالة الثالثة أعلنها للعالم بأكمله: إن الشهيد يأتي في درجته العليا في ذلك البطل الذي يجود بروحه دفاعا عن وطنه ويندرج معه ويلتحق به كل من فاضت روحه مع ذرة ألم فيما عرف بشهيد الآخرة. فصاحب الحريق شهيد، والغريق شهيد، والميت بألم في بطنه شهيد، والمرأة تموت من ألم الوضع شهيدة. في نحو 40 باباً من أبواب الشهادة جمع فيها الإمام السيوطي كتاباً اسمه أبواب السعادة، سلاسل السعادة في أبواب الشهادة. والرسالة هنا أنه يستوي عندنا في السوء ذلك الإرهابي الغادر الذي يريد بالوطن وأبنائه شراً بذلك المهمل الفاسد الذي يتسبب في أذى الأرواح. ولذلك فإني أناشدك يا سيادة الرئيس بالاستمرار في متابعة سيادتك مباشرة للمحاسبة الصارمة لكل مهمل أو متسيب يتسبب بإهماله في أذى لمصري واحد. الرسالة التالية إلى أرض سيناء العزيزة الغالية وإلى أبنائها الكرام والذين هم ظهير أشقائهم من رجال الجيش ومن رجال الشرطة في حماية الوطن: سادتي الكرام من أبناء سيناء، لكم مني أسمى آيات الاعتزاز والإكبار والإجلال عرفاناً بقيمة دوركم الوطني في حماية وطننا العظيم. وفي ختام القول ارفعوا معي سادتي أيديكم الكرام إلى الله جل جلاله داعين ومبتهلين: اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، ونسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم وإنا نسألك في هذا اليوم الكريم وفي هذه الساعة الميمونة الغراء من يوم الجمعة الكريم الأغر أن تفيض واسع بركاتك ونوامي نفحاتك وشريف عطاياك على شهدائنا الأبرار في دار الخلد عندك، وأن تزيدهم رتبة على رتبة وسعادة على سعادة وسرورا على سرور. ونسألك اللهم أن تحفظ مصر بحفظك الجميل، اللهم احفظ مصر بحفظك الجميل، وابسط فيها بساط الأمان والعطاء والرخاء والفضل والسعة والعلم والوفرة والحكمة والبصيرة، واجعلنا من أكمل أبناء مصر برا بها يا رب العالمين. ونسألك اللهم أن ترفع الكرب والبلاء والبأساء والضراء
عن بلاد الشام وعن العراق وفلسطين وعن اليمن وليبيا وعن بلادنا وأشقائنا وأوطاننا كلها في مشارق الأرض ومغاربها. وصلى الله على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا ارحمكم الله. استقيموا واستووا. الله أكبر. الله أكبر. تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة مشاهدينا الكرام، كما نتابع مع حضراتكم وبعد أن أقيمت شعائر صلاة الجمعة الأولى من شهر رجب والتي تأتي متزامنة مع الاحتفال وإحياء ذكرى يوم الشهيد، حيث استمعنا مع حضراتكم وتابعنا الخطبة التي ألقاها الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تحدث فيها عن فضل الشهداء وعن درجات الشهادة ومنزلة الشهداء عند المولى عز وجل والدور الذي يطلع به أبناء مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية في الدفاع عن الوطن وأيضا التضحية في سبيل رفعة وبناء الأوطان والتنمية والعمارة في الأرض، وهما الأساس الذي يقوم عليه أحكام الشريعة الإسلامية. فدرجات ومنازل الشهداء كثيرة كما تحدث في سياق خطبته فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري.
فهذا اليوم الذي نحتفل فيه جميعا بشهداء مصر الأبرار، ولما لا، فهم يلقون ربهم فرحين بما وصلوا إليه وما أهداهم الله من عطاء، يعيشون البشرى بالنصر المكتوب ولمن خلفهم بالأجر الذي يصلهم، إذ قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إن إحياء يوم الشهيد وإكرام الشهداء بتخصيص يوم لذكرهم هو نوع من الشكر لهم، وقد خص المولى عز وجل الشهداء بحياة خاصة. تلك الحياة أن الله يأتيهم الرزق، أو أن يأتيهم الرزق من ربهم سبحانه وتعالى. من ربهم سبحانه وتعالى أنهم يعيشون في الفردوس الأعلى فرحين بما آتاهم الله بعد أن قدموا أرواحهم في سبيله سبحانه وتعالى، ودفاعا عن أوطانهم وعن بلادهم. يوم الشهيد ليس مناسبة لتجديد الأحزان، ولكن للتأكيد على فكرة العطاء دون مقابل وتضحية بالروح. من أجل كرامة الوطن والمواطن المصري، فالمصريون قوم لهم مع الشهداء والشهادة قدر وباع. وكما نتابع مع حضراتكم السيد الرئيس وهو يرحب بأبناء مصر من الحاضرين لصلاة الجمعة، نشكر حضراتكم حسن المتابعة، وكل عام وحضراتكم بخير.